بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في الكيدني ترانسبلانتيشن. فاحنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت ان احنا هنبتدي ناخد ألوغرافت، يعني كيدني من other person، هيبقى فيه اختلاف في الانتيجنز عن الريسيبيانت، وبالتالي ده هيبقى فيه عندي ان ألو انتيجنز هيقابلوا اميون ريكوجنيشن، يعني او ألو ريكوجنيشن، وبالتالي ده هيستيميوليت الاميون ريسبونس، يحصل اكتيفيشن اند بروليفريشن، وبتدي يؤدي الى ريجكشن. وعشان كده مهم جدا ان احنا نقلل اللي هو الميس ماتشد انتيجنز اللي موجوده، يعني نعمل اللي احنا بنقول عليه اتش ال اي ماتشنج، او اللي بنقول عليه تيشو تايبنج، يعني نحاول يبقى في ماتشنج ما بين الدونر والريسيبيانت على قد ما نقدر. فاحنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا او ادينا هنت على الام اتش سي او الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. قلنا ان احنا عندنا على الكروموزوم 6 بالتحديد على الشورت ارم البي ارم بيبقى عندي مجموعه من الجينز اسمها ام اتش سي اللي هي الميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. الام اتش سي ده انكودنج مجموعه من الانتيجنز بنقول عليها اتش ال اي او هيومن ليوكوسايت انتيجنز. ليه بنقول عليها ليوكوسايت؟ لان كلها موجوده على الليوكوسايتس، وان كانت طبعا الانتيجنز دي موجوده على سيلز ثانيه كتير. احنا دايما هنستخدم ال MHC وال HLA synonymous لبعض، يعني ما هو ال MHC او HLA هو ايه؟ the same. ال MHC او ال HLA بتقسم الى two classes، class 1 و class 2. class 1 دي مجموعة من اللوساي موجودة A و B و C، دول الاساسيين، وهنا بيبقى D اللي هو DB وال DQ وال DR. يبقى دول انا عندي ستة لوساي اساسيين، دول عليهم بنقول عليهم الكلاسيكال. لكن بيكون في لوساي تانية لكن اهميتها اقل، زي هنا في كلاس 1 بيكون عندي E و F و G، وهنا بيبقى D O و D M، لكن دول بنقول عليهم نون كلاسيكال، وبنحنا بالنسبة لنا كترانسبلانتيشن احنا بنتجاهلهم تماما. حتى اللي هم الكلاسيكال اللي هم الستة دولت احنا بنهتم في ترانسبلانتيشن بثلاثة بس، من الكلاس 1 اللي هم ال A وال B، ومن كلاس 2 بنركز على الدي ار. وبيبقى احنا يبقى بالتالي احنا عندنا ثلاثه لوساي هنا بنركز عليهم، كل واحد فيهم بيبقى ليه 2 جينز او 2 اليلز، يعني هيبقى عندي 2 اي و2 بي و2 دي ار، لان احنا بناخد واحد من الام وواحد من الاب من كل واحد، يبقى بالتالي عندي 2 اي و2 بي و2 دي ار، هيبقوا في الاخر هم 6 انتيجنز. لو احنا اشتغلنا على الستة انتيجنز دولت بس اللي هما 2A و 2B و DR، بنقول احنا التايبنج اللي بنقول عليها low resolution typing. لكن لو اشتغلنا على الA والB والC والDB والDQ والDR، يبقى انا عندي هنا 12 انتيجن بنقول عليهم high resolution. لكن احنا دايما بنشتغل بس على الA والB والDR في التشو تايبنج. كلاس 1 احنا قلنا موجود على كل النيوكليتيد سيلز، وموجود كمان على البليتلتس، وبالتالي هو مش موجود على الار بي سيز لانها نون نيوكليتيد. لكن كلاس 2 ده بيبقى موجود بس على الانتيجن بريزنتنج سيلز زي الدندريتك سيلز وزي الماكروفيجز والمونوسايتس، وكمان موجود على البي سيلز. احنا هنا يهمنا ايه؟ البي سيلز هنا يبقى هي موجود عليها كلاس 2 خلاص، والبي سيلز برضو هي نيوكليتيد سيلز فهيبقى برضو عليها كلاس 1. لكن التي سيلز هيبقى عندها ايه؟ كلاس 1 بس، لان ما عليهاش كلاس A 2. يبقى البي هنا هيبقى فيها، هيبقى تعتبر هنا ليها كلاس 1 وهيبقى فيها كمان كلاس 2. لكن لما اجي هنا في التي سيل هيبقى بس عليها ايه؟ عليها كلاس 1 بس. دي نقطه مهمه هنحتاج المعلومه دي بعد كده. فده اللي هو ايه؟ التيشو تايب. طيب احنا لما نقول ميجور هيستو كومباتيبلتي، معنى ما نقول ميجور يبقى فيه ماينور، يعني انا لو جبت مثلا دونر وريسيبيانت وشفت التيشو تايبنج بتاعهم 2 A و2 B و2 DR ولقيتهم زي بعض 6 على 6 ماتشنج، معنى كده انه خلاص مش هيحصل ريجكشن، او مش هيحتاجوا امينو سبريسيف ميديكيشنز. لا، في الحقيقه لا، لان في انتيجنز ثانيه موجوده على كروموزومز ثانيه، مش موجوده على الكروموزوم 6 بس، فدي بس اقل اهميه من الام اتش سي، وبنقول عليها ماينور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. يعني بدل ما نقول ميجور هيبقى اسمها ايه؟ ماينور. هنعملها ام سمول ونقول هيستو ايه؟ كومباتيبلتي. يبقى دي نقطه مهمه جدا، لان ما فيش اثنين هيتشابهوا تماما الا اذا كانوا ايدنتيكال توينز. اللي احنا قلنا عليها في الحاله دي مش هيبقى ألوغرافت، هنقول عليه ايزوغرافت. والايدنتيكال توينز هم بس اللي مش هيحتاجوا ياخدوا امينو سبريسيف ميديكيشنز، لان هم ايدنتيكال تماما في الميجور والماينور هيستو كومباتيبلتي.
طيب احنا بنعمل تيشو تايبنج ليه؟ طبعا اهميه التيشو تايبنج انه كل ما كان الماتشنج من الدونر والريسيبيانت احسن والميس ماتش اقل، يبقى ده هيقلل الانسيدنس اوف ريجكشن، هيقلل الانسيدنس اوف ديليد جرافت فانكشن، وكمان بيديني بيديني لونج تيرم جرافت سرفايفل. كمان كل ما كان في ميس ماتش ما بين الدونر والريسيبيانت، ده هيخلي البيشنت ده لو الريسيبيانت يكون انتي بوديز للميس ماتشد اتش ال اي انتيجنز، وبالتالي لو حصل جرافت فيلير ليتر والبيشنت ده احتاج يعمل ري ترانسبلانتيشن تاني، هيكون اوريدي عنده بري فورمد انتي بوديز للميس ماتشد انتيجن اللي عنده. وبالتالي لو عندي نيو دونر وعنده الميس ماتشد الانتيجنز اللي كان هو زارع فيها الريسيبيانت قبل كده، مش هيقدر يعمل ايه ترانسبلانتيشن، لانه هيحصل ريجكشن على طول، بنقول عليه هايبر اكيوت ايه ريجكشن. طيب يجي دلوقتي احنا ازاي هنعمل التيشو تايبنج؟ اول حاجه في عندي تكنيك، هو ده الاولد تكنيك بنقول عليه مايكرو سايتوتوكسيستي او سي دي سي، اللي هو بيبقى عباره عن بلاستيك تري، وبعدين في اماكن كده اسمها ويلز، بنبتدي في الاماكن دي الويلز دي نبتدي نحط فيها الليمفوسايز بتاع الشخص اللي احنا عايزين نعمله التيشو تايبنج، سواء كان الريسيبيانت او الدونر. وبعدين بيكون عندي انتي سيرا جاهزه، يعني انتي بوديز جاهزه لكل الانتيجنز اللي معروفه، ابتدي احط الانتي سيرا دي على الليمفوسايت اللي احنا عايزين نعمل لها تيستنج ونشوف ال اتش ال اي بتاعتها. وبعدين لو في الانتي بوديز دي لقيت الانتيجن بتاعتها، هتبتدي تمسك فيه. بعد كده بعد انكوبيشن بيريد معينه هنبتدي نضيف كومبلمنت، الانتيجن انتي بودي كومبلكس هيبقى فيكسنج الكومبلمنت، وبعدين نضيف داي بعد كده، فهيبتدي يديني لون للكيلد سيلز او السيلز اللي حصل لها ايه لايسس. يبقى معشوف مع انه انتي بودي اللي حصل كده، يبقى انا قدرت احدد الايه الانتيجنز اللي موجود. طيب الانتيجن اللي اتحدد ده احنا هنعرفه ازاي؟ بنقول لك ان احنا دايما الانتيجنز يدوها ارقام، يعني مثلا الانتيجن اللي هو الاي هيديله ارقام A1 A2 A3 4 وهكذا، البي B1 2 3 وهكذا، الدي ار نفس الشيء 1 2 3 وهكذا. يبقى كل انتيجن احنا هنبتدي نديله ايه رقم. دي اول ايه اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي دي ان اي تايبنج ميثود، نعمل ايه؟ قال لك احنا يعني انت ليه عايز تشوف انتي بودي؟ ما احنا ممكن نشوف الايه الام اتش الميجر هيستو كومباتيبلتي او الاتش ال اي، ده هو عباره عن سيكونس من نيوكليوتايد او امينو اسيدز. لو احنا جينا خدنا الجين كده وكبرناه وعملنا امبليفيكيشن وبعدين نشوفه بالبي سي ار اللي هو بوليمريز تشين رياكشن، هنعرف السيكونس، وبالتالي نقدر نحدد الايه الجين ده ونقدر نحدد الايه الانتيجن بتاعنا. فالطريقه دي بتبقى مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك عن طريقه ايه دي. طيب بس قال لك ان احنا في حاجه اسمها انتي بودي سبيسيفيستي. انتي بودي سبيسيفيستي يعني ايه؟ يعني اي احنا اي انتيجن موجود بيبقى فيه هو ادي الانتيجين وادي الانتي بودي. الانتي بودي مش بيمسك كله في الانتيجين كله، لا ده بيمسك في اماكن معينه. يعني مثلا انا عندي هنا ده الانتيجين، بيبقى فيه طالع منه حاجات بيسميها انتيجينك ديترمينانت او بنسميها ايبيتوبس. خلاص، والانتي بودي اللي بيمسك في الايبيتوب، الجزء اللي بيمسك منه بيبقى بنسميه ايه باراتوب، او بنقول عليها انتيجين بايندنج ايه سايز. فيبتدي هنا الانتي بودي يمسك في الايبيتوب ايه بتاعه، فيبقى هو بيمسك في الجزء ده. لكن لقوا في بعض الاحيان انه ممكن يبقى فيه انتيجينز ثانيه ليها ايبيتوب طبعا مختلفه، لكن احيانا تتشابه مع الايبيتوب الاولاني ده. يعني مثلا هنا ممكن الاقي ايه نفس الايبيتوب ده ها موجود واحد تاني على انتيجينز تاني. فالانتي بودي هنا هي بتمسك في الايبيتوب اللي هو نفس الشكل، ممكن في انتيجين واحد او اكتر من انتيجينز، فيبقى هنا الباراتوب ده هيبتدي يمسك هنا وهيمسك هنا. خلاص، ففي الطريقه الاولانيه دي بنقول عليها سبيسيفيستي، اذا كان هو بيمسك في يونيك ايبيتوب بنقول عليها برايفت سبيسيفيستي، الانتيبودي ده ليه برايفت سبيسيفيستي. اما اذا كان بيمسك في اكتر من ايبيتوب في اكتر من انتيجين، يبقى في الحاله دي بنقول عليها بابليك سبيسيفيستي. فيعني مثلا ممكن يبقى هنا وممكن الاقيه كمان في ايه في انتيجين تاني. يبقى لو هو مسك هنا وهنا وهنا يبقى ده اسمه بابليك سبيسيفيستي. اما اذا كان ليه شكل واحد بس بيمسك فيه او ايبيتوب واحد بس، يبقى اسمه برايفت سبيسيفيستي. الطريقه الاولانيه اللي هي المايكرو سايتوتوكسيستي دي نون سبيسيفيك، يعني كان ايه يعني الانتي بودي ده كان ممكن يمسك هنا ويمسك هنا.
لكن لما عملنا دي ان اي لقينا لا دي مور سبيسيفيك، بنخلي ان هو يمسك فيه يقدر يحدد لي ان ده بابليك، فيقدر يقول لي لا ده انت هنا بقى اكتر من انتيجين، هناك هو هنا مش هيحدد لك يقول لك ده هو في انتيجين واحد، لكن هنا هيقول لك لا ده اكتر من انتيجين، ده واحد او اتنين او تلاتة. فدول عليها ايه الانتي بودي سبيسيفيستي. يعني مثلا احنا كنا قلنا مثلا ان ال HLA antigen احنا بنديله رقم، فكان في مثلا واحد زمان مثلا ال A هنا A9 خلاص، يعني احنا حددناه بالسيتوتوكسيستي هنا ان هو A9. لما عملناه بالدي ان ايه لقينا لا ده هو مسك في اق في 2، فبالتالي قال لك ايه يبقى هم 2 انتيجين منهم مش انتيجين واحد، فقلنا خلاص هنبتدي نديهم ارقام جديده. فبعد ما نكون عليه A9 قلنا هنسميه A23 و A24 خلاص. طيب لما تيجي نحن في التيشو تايمينج هو بيبتدي يكتب لك يقول لك ده مثلا ال A2 A14 وبعدين البي مثلا 17 وB45 وهكذا وDR17 وDR5، فهو بيديك اتنين لكل لوساي يعني 2A و2B و2DR، فكان بيديك ارقام. لكن هنا مثلا لما احيانا لما تيجي تقرا التيشو تايبنج يقول لك ايه A23 وبين قوسين كده كاتب لك 9، يبقى معناها ايه هو بالطريقه الجديده اكتشفنا ان هو A23 لكن بالطريقه القديمه هو كان 9، فمثلا 24 هنا هيبقى بين قوسين هنا هيبقى فيه 9 برضو، يبقى معنى كده بالطريقه اللي هي الانتي سيرا الاولانيه دي هو كان 9، لكن لما عملنا بالدي ان ايه لا ده طلعوا هما اتنين مختلفين، فبقى A23 وA24 بقوا اتنين انتيجين مش واحد. وعشان كده الطريقه دي بنقول HLA split into narrower specificity، وبالتالي هو بيبقى مور سبيسيفيك على الطريقه الاولانيه اللي هي CDC خلاص. فدي الطريقه اللي بيكتب بيها التيشو تايمنج. احيانا بيكتبوها بطريقه تانية، يكتب لك HLA وبعدين هنا علامه كده اللي هي زي النجمه بنقول عليها استريسك، وبعدين يدينا رقم وبعدين نقطتين فوق بعض بنقول عليها كولون وبعدين رقم تاني. فقال لك دي اللي هو اتش ال ايه اللي هو اللوكس نفسه، هيكتب لك هنا يا ايه يا بي يا دي ار، وبعدين هيكتب لك اللي هو الجين اليل اللي هو الاولاني، وبعدين التاني يبقى السبيسيفيك اتش اي اتش ال ايه بروتينز. ودي الطريقه ليه، يبقى انا لو عملنا كده يبقى انا عرفت لما دام في ستريس يبقى دي الطريقه بتاعت الدي ان ايه خلاص. لكن الطريقه العاديه ممكن بيكتب ايه بالطريقه دي. بالنسبه للانهيرتنس اوف اتش ال اي، احنا في الانهيرتنس اوف اتش ال اي انه اي شخص احنا قلنا هيبقى عنده 6 انتيجنز، هياخد 3 من الام وهياخد 3 من الاب، يبقى الثلاثه بياخدهم من الاب من الام على بعضهم كده بنسميهم هابلوتايب، يبقى هو بياخد 3 على بعضهم من الام اسمهم هابلوتايب، وبياخد 3 من الاب اسمه هابلوتايب، يبقى في الاخر هو عنده 2 هابلوتايبس ب6 انتيجنز. فلو افترضنا ان ده شكل التو هابلوتايبس بتوع الام ودول شكل التو هابلوتايب بتاع الاب، الانهيرتنس ايه هيكون اكوردنج تو مندليان انهيرتنس. التشانسز عندنا ايه ان الطفل الاولاني هيكون خد الهابلوتايب الاول من الام وخد الهابلوتايب الاول هنا من الاب، هيبقى ده الشكل بتاعه الست هابلو انتيجنز. الشكل ده بنقول عليه فينوتايب. احتمال التاني ايه؟ انه خد زي اخوه ده الهابلوتايب من الاول من الام بس ما خدش الاول من هنا، خد التاني من هنا، فبقى ليه شكل فينوتايب مختلف عن هنا في واحد. احتمال التالت ايه؟ لا هياخد التاني من هنا مع الاول من هنا، والاحتمال الرابع هياخد التاني من هنا مع التاني من هنا. يبقى اذا انا عندي 4 possibility هنا كل واحد فيهم 25%، يبقى الشكل واحد من ايه من الاربعه. لو جينا نقارن مثلا بالاب او الام مع حد من الاوف سبرينجز ولادهم هنلاقيهم دايما متشابهين في 1 هابلوتايب، وبالتالي لو اب هيدي لابنه او ابن هيدي لامه يبقى في الحاله دي هم متشابهين في 1 هابلوتايب، يعني متشابهين في 3 انتيجنز اوت اوف 6. لكن لو انا جيت على مستوى السيبلينجز مع بعض الاخوات مع بعض، فمثلا ده الاول هو خد هنا ايه، خد الهابلوتايب الاول من هنا والهابلوتايب الاول من هنا. طيب احتماليه اخوه بقى ياخد ايه احتمالات؟ في عندي 3 احتمالات. احتمال اخوه التاني ياخد ايه؟ ياخد نفس الهابلوتايب من الام ونفس الهابلوتايب من الاب اللي خده اخوه الاولاني، يبقوا في الحاله دي ايه هم متشابهين في 2 هابلوتايبس خلاص. يبقى انا هقول ايه الاحتمال الاول يبقى 2 هابلوتايب matches خلاص، خد نفس الهابلوتايب من الام والاب اللي خدوا ايه اخوه. لكن في احتمال تاني ها
انه خد التو ديفرنت هابلوتايبس عن اللي خده اخوه، يعني اخوه خد ده وخد ده، هو التاني هياخد ده وياخد ده، يبقى هو عنده هنا ايه تو هابلوتايب mismatch صح؟ يبقى ده احتمال تاني. الاحتمال التالت لا، هم اشتركوا في وان هابلوتايب متشابهين، يعني اشتركوا في واحد من الام او واحد من الاب زي بعض، يبقى ده الاحتمال التالت، يبقى وان هابلوتايب ماتشز. خلاص. طيب الاحتمال ده هيبقى حوالي 25%، والاحتمال ده 25%، لكن الاحتمال ده هيبقى 50%. خلاص. يبقى انا دلوقتي لو اب او حد من البيرنتس هيدي لحد من الشيلدرن هيبقى فيه وان هابلوتايب ماتشز، ما فيهاش كلام، او العكس لو حد من الشيلدرن هيدي لحد من الايه من البيرنتس. لكن السيبلينجز الاخوات مع بعض في ثلاث احتمالات، يا اما يكون خد نفس الهابلوتايب من الام والاب زي اخوه فيبقى الاثنين في عندي تو هابلوتايب ماتشز، يا اما يكون خد الهابلوتايبس التانيين اللي ما خدهمش اخوه يبقى عندي تو هابلوتايب ميس ماتش، يا اما خد واحد نفسه من الام او الاب متشابهين مع بعض يبقى ده وان هابلوتايب اي ماتشز. فيبقى ده اللي احنا بنقول عليه الانهيرتنس، وطبعا ده هيبقى سهل جدا في الايه في الفاميليز. احنا طبعا لما بيجي التيشو تايبنج ريبورت الايمنولوجي لاب هو ما بيكتبليش الهابلوتايبس، هو ما يعرفش، هو بيحدد بالطريقه التكنيك اللي احنا قلنا عليها سواء الانتي سيرا او بالدي ان اي تكنيك، هو بيحدد لي في كل شخص 2 اي و2 بي و2 دي ار، فهو بيكتبه بالشكل ده. يعني مثلا ده الشكل ده بنقول عليها الفينوتايب، يقول لك انا الشخص ده لقيته عنده اي 1 واي 2 وبي 8 مع بي 44 والدي 17 مع دي 44، اللي هو الشكل ده كده. هو احنا هنا مقسمينهم عشان نعرف الانهيرتنس بيحصل ازاي، لكن هو في التيشو تايبنج ريبورت هو ما بيكتبليش الهابلوتايب، هو بيقول لي عندك 2 ايه، هو 1 و2 وعندي 8 44 وعندي في الدي ار 17 وايه و4. طيب انا من الشكل ده ممكن اعرف الهابلوتايب؟ لا مش عارف، لكن هما الاثنين مثلا اب وابنه هلاقي المتشابه منهم ايه، هلاقي منهم ثلاثة هنا متشابهين، فمثلا اللي هو ده مثلا ايه هنا ده هتلاقي ايه واحد ومثلا مع واحد هنا وتمانية من هنا وتمانية وسيفنتين، يبقى انا عرفت هنا واحد ماشي وتمانية وسيفنتين دول مع بعض خلاص، يبقى ده هابلوتايب. لكن لو هما الاثنين دول unrelated انا مش عارف خلاص، وجايب وحتى متشابهين في ثلاثة أنتيجنز ما أقدرش أقول إن ده هابلوتايب مع بعض، ممكن يكونوا موجودين في تو هابلوتايز إيه مختلفين. فدي إيه الطريقة، يبقى الشكل اللي هو بيجي لنا ده بنقول عليه الفينوتايب، وده اللي إحنا بنقول عليه إيه الهابلوتايب. إحنا قلنا الـ HLA أنتيجنز دي بتكون بالآلاف، يعني في منها آلاف من الأنتيجنز المختلفة في الـ HLA، وقلنا كل ما بيبقى اكتشف واحد بنديله رقم فياخد ايه مثلا A1 A2 A3 وهكذا B1 B2 B3 وهكذا، ونفس الشيء بالنسبة للDR. طيب لو هل الانتيجنز دي كلها فرصتها قد بعض، يعني الشانس كلهم متساويين في البوبوليشن؟ لا ولا، انه مثلا الفريكوينسي هنا مثلا الـ A2 لانه هو موجود في 48% من البوبوليشن، نتكلم مثلا على الكوكيشنز 48% من البوبوليشن عندهم A2، يعني تقريبا نص البوبوليشن عندهم A2، وبالتالي انا فرصه ان الاقي دونر متشابه معاه في الـ A2 هتبقى اسهل من حاجات تانية. لقوا مثلا الـ A36 ده كومن او في البلاكس، يعني برضو الرئيس هنا بيختلف. لقوا مثلا الـ B54 ده almost exclusively مش موجود غير في الجابانيز، وممكن برضو في حوالين البلاد اللي هي حواليها شوية. وبالتالي أنا لو عندي مثلا جابانيز patient هيبقى صعب إن أنا ألاقي له مثلا في 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 population تاني كوكيشن، لكن ليه أكتر فرصته إن ألاقي تيشو تايبنج متشابه معاه في الإيه في نفس الريس. لو 40% من الانتيجنز اللي موجوده بتبقى فيري رير، يعني مثلا لقوا 40% دول موجودين في 3% بس من البوبوليشن، وطبعا فعشان كده الحاجات دي ممكن تسهل لي ان انا الاقي تيشو تايبنج متقارب مع ايه مع دونرز. طيب يبقى لقوا مثلا في حاجه اسمها لينكج ديس اكليبريم، لقوا مثلا ان اي 1 ده الفريكوانسي بتاعته هو 16% من البوبوليشن، B8 مثلا ده في 10% من البوبوليشن. طب فرصة ان الـ A1 يجي مع الـ B8 لو حسبناها بالبوسيبلتز يبقى احتمالية انهم يجوا مع بعض الشانس 1.6%، لكن هو في الواقع لقوا ان الاثنين دول بيجوا مع بعض بنسبة حوالي 8%.
فده فسر لنا ايه؟ قال لك يبقى في بعض الانتيجنز بتيجي مع بعض بنسبه اعلى، ده بيسموه لينكج ديس اكليبريم. وبالتالي انا لو لقيت بيشنت عندي ريسيبيانت عنده اي 1 مع بي 8 هلاقي فرصته ان الاقي دونر اعلى من اي انتيجنز ثاني. طيب احنا لما نيجي احنا قلنا هنحدد في كل شخص الامينولوج لاب هيقرا لي 6 انتيجنز، يعني مثلا ده الفينوتايب بتاعه A2 A15 B27 B13 وDR17 DR4. خلاص الشخص ده التاني ده دي القرايه بتاعته. لما اجي او ده مثلا الدونر وده الريسيبيانت، فلما نيجي نعمل هنتكلم بنقول ايه الماتشنج ما بين الاثنين دول. فهنا هنقول ده هيبقى الدونر ماشي وده الريسيبيانت، فده هيدي لده يبقى في ماتشنج بينهم ايه؟ واحد الاي 2 متشابه، لكن هنا 15 و3 يبقى مش متشابه. يبقى لما اجي هنا بنكتب ماتشنج بنقول هنا ايه 1، وبعدين نحط نقطتين فوق بعض. هنا ماتشنج ده 27 و8 لا مش ماتشنج، 13 مع 14 يبقى هنا ايه 0 ماتشنج. وبعدين نيجي التاني هنا دي ار 17 مع دي ار 17 يبقى دي 1، لكن هنا 4 وهنا 5 يبقى الماتشنج هنا ايه 1. خلاص يبقى لما نيجي نتكلم هنا نقول ان ايه الماتشنج كام؟ 2 على 6. خلاص طب لو هنتكلم بطريقه تانية نتكلم بالميس ماتشنج اللي بينهم، طبعا ده هيدي لده يبقى ده مفيش ميس ماتش، لكن 15 هنا هيبقى فيه ايه 1 ميس ماتش، يبقى هنقول هنا فيه 1 ميس ماتش. طب هنا 27 و8 يبقى دي 1 ميس ماتش، و13 و14 يبقى هنا 2 ميس ماتش. خلاص طيب دي ار 17 مع 17 اوكي، لكن دي ار 4 مع 5 يبقى في 1 ميس ماتش. خلاص يبقى الاجمالي هنا كام؟ 1 و2 و1 ادي 4 من 6 ميس ماتشنج. يبقى اذا ماتشنج 2 من 6 ميس ماتش 4 من 6 يبقى هي يعني لو قلت 2 ماتشنج يبقى معناها كده في 4 ميس ماتشنج، لو قلنا في 3 ماتشنج يبقى في 3 ميس ماتشنج، يبقى ايه الطريقه هي. لكن في بعض الاحيان يجي مثلا التيشو تايبنج في الامينولوجي لاب يجي يقول لك ايه انا قريت الشخص الاولاني ده ها بس يقوم كاتب لك كده، يعني يقول لك انا قريت هنا التيشو تايبنج بس في الاي مش لاقي غير اي 2 بس، مش قادر اقرا الاي الثانيه، مش لاقي الانتيجين الثاني بتاع الاي. ويجي مثلا في ده يقول لك والله انا هنا قريت فقرى كله بس جه في الدي ار لقى واحد بس 17 وما لقاش دي ار تاني. ده معناه ايه؟ يقول لك انه انا مش عارف اقرا، مش عارف اجيبه. ده احتمال، لكن الاحتمال ده ضعيف. الاحتمال الاقوى ايه؟ انه الاي التاني هنا هو نفس الاولاني، يعني هنا مفروض برضه يبقى فيه اي 2 وهنا في دي ار 17. خلاص بس هو ما قراش واحد بس لان هم كلهم زي بعض، يعني البيشن ده بنقول ايه ان هو هوموزايجوس لنفس الاي انتيجن، الاثنين اللي عنده هو اي 2. بعكس ده مثلا ده عنده واحد اي 2 واحد عنده اي 3، لكن هنا الاثنين اي 2 وده اللي هنا الاثنين دي ار 17، فعشان كده هو ما بيدكش الايه القرايه دي. وبالتالي احنا هنا هو هيكتبه لك كده، هيكتب لك بس اي واحده ويحط لك داش مكان الثاني ودي ار واحده وهيحط لك اي داش مكان الثاني، ويقول لك انا مش قاري غير دي ار 17 في البيشن ده وهنا مش قاري غير اي 2 بس. طيب هل ده يفرق معانا؟ هيفرق معانا لما نيجي نتكلم بقى في الماتشنج والميس ماتشنج. هنقول في الاولاني ده الدونر، هنقول ده الدونر وده الريسيبيانت. خلاص طيب ده هنقول هنا في واحد ماتشنج، هنا مفيش ماتشنج، يبقى نقول الماتشنج هنا 1. طيب الماتشنج هنا ده مش ماتشنج يبقى الماتشنج هنا 0. طب وهنا ادي ماتشنج 1 لكن هنا مفيش، يبقى هنا 1. خلاص يبقى الاجمالي هنا ايه؟ عندي 2 على 6 ماتشنج. الميس ماتشنج بقى متوقع يبقى ايه؟ متوقع يبقى 4 على 6 صح؟ طيب هنيجي ده هيدي ده اوكي مفيش مشكله، ده هيدي ده مفيش مشكله، هنا مش هيدي له حاجه مختلفه، يبقى هنا هيبقى ايه؟ الميس ماتشنج هنا نقدر نقول ان هو 0. طب هنا لا 2 هنا مختلفين يبقى الميس ماتشنج هنا 2. طيب وهنا 17 اوكي لكن ده دي ار 4 ده ما عندوش، يبقى هيديله واحده هو ما عندوش، يبقى في ميس ماتشنج هنا ايه 1.
يبقى انا لما اجي اتكلم في الميس ماتش بقوا كام؟ 3. انا كنت متوقع يطلعوا كام؟ 4. احنا قلنا 2 ماتشنج 4 ميس ماتشنج، لكن الماتشنج هنا 2 بقى الميس ماتشنج هنا ايه؟ 3 على 6. طب لو افترضنا العكس، ان التاني هو الدونر للاولاني، يعني ده بقى الريسيبيانت وده بقى الدونر. طيب هنشوف في الميس ماتشنج بقى، ده هيدي لده اوكي، لكن ده A3 هيدي للريسيبيانت اللي ما عندوش A3، يبقى انا عندي هنا ايه؟ ميس ماتشنج ايه؟ 1. طب ده لده وده لده يبقى 2 ميس ماتش. طيب دي R17 لده ما فيش مشكله، لكن ده هيدي ده ما فيش انا مشكله، يبقى عندي هنا ايه؟ 0 ميس ماتش. يبقى الاجمالي كام؟ 1 و2 و3، بقى عندي 3 على 6 ميس ماتش. خلاص يبقى ما كنت متوقع انهم يبقوا 4 على 6. يبقى اذا الماتشنج ساعات ما بيبقاش زي الديس ماتش، يعني ما اقولش 2 ماتشنج يبقى في المقابل عندي 4 ميس ماتش، لا في الاكزامبل ده يبقى عندنا 3 ميس ماتش. وعشان كده دايما قراءتنا في التيشو تايمنج هتبقى تعتمد على الميس ماتش مش على الماتشنج، ودايما نقولها كده يديك بالشكل ده، واحد نقطتين فوق بعض، نقطتين دول بيسموها كولون، وبعدين رقم تاني، وبعدين ايه؟ رقم تالت. الرقم الاولاني هو الاي، والتاني هو البي، والتالت الدي ار، فيقول لك انا عندي ميس ماتشز اي كذا 3 او ميس ماتشز 2. لما نيجي احنا نختار دونر، لما يكون عندي اكتر من دونر يبقى بنختار دايما الميس ماتشز الاقل، يعني لو هما الاثنين دول 3 مثلا و3 ده 2 مثلا 2 و3 يبقى انا هختار الاثنين ميس ماتش. طب الاثنين اتفقوا في الميس ماتش يبقى بنختار اللي هو ميس ماتش اقل، يعني مثلا نفترض الاثنين دول بيشنت همت او اثنين دول مع الدونر مع الريسيبيانت، ده عنده 3 ميس ماتش ودي 3 ميس ماتش، يبقى تساوي. نشوف الدي ار، ده في واحد ميس ماتش في الدي ار وده 0 ميس ماتش في الدي ار، يبقى هختار ده. خلاص لو تساوي في الدي ار يبقى نشوف بعد كده في الايه؟ في البي. اخر حاجه هنتكلم عليها في التيشو تايبنج النهارده اللي هو الايدنتيكال فيرسس فراترنال توينز. لو احنا عندنا توينز الاثنين اتولدوا مع بعض، الاثنين ميلز او الاثنين فيميلز، الاثنين شبه بعض تماما، فهو عندي احتمالين، يا اما يكونوا ايدنتيكال توينز. ايدنتيكال توينز معناها ان هم مونوزايجوتيك توينز، يعني هي اوفم واحده فيرتلايزد بسبرم واحد وعين اتقسمت لتو زايجوتس. ففي الحاله هنا الانتيجنز الام اتش سي والاتش ال اي كلها ذا سيم، وحتى الماينور هيستو كومباتيبلتي بيبقوا ذا سيم، وبالتالي ده اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هو الايزوجرافت. وفي الحاله دي هو مش محتاج ايمينوسبريشن، لكن احيانا يبقى فيه اللي هو الفراترنال توينز، دول دايزايجوتيك توينز، يعني ايه؟ يعني هما تو اوفم فيرتلايزد بتو سبيرمز مختلفين، وبعدين اتولدوا اتنين مع بعض، قد يكونوا الاتنين ميلز او الاتنين فيميلز، او قد يكون واحد منهم ميل وواحد فيميل. لكن لو انا لقيت الاتنين ميلز وعملت تيشو تايبنج ولقيت انهم اتنين هابلوتايب، لكن مش معنى كده ان هما يبقى دول اسمهم فراترنال توينز. لكن ما يجي لي انا اتنين توأم انا مش هبقى عارف، الاتنين ميلز مثلا ونفس الشكل ونفس كل حاجه، لكن هل هم مونوزايجوتيك ولا دايزايجوتيك؟ هل هم ايدنتيكال ولا فراترنال؟ انا مش هبقى عارف. خلاص وبالتالي هنا انا هفرق بينهم ازاي؟ لان ده هيعتبر ايزوغرافت، حتى لو اتنين هنا متشابهين في الهابلوتايبس الاثنين والاثنين 6 على 6 ماتشنج، فهم مختلفين في الماينور هيستو كومباتيبلتي، وبالتالي دول هيعتبروا الوغرافت، وبالتالي ده محتاج يكمل على ايمينو سبريشن بعد الزراعه. طيب انا اقدر افرقهم ازاي؟ قال لك رقم واحد ان احنا لو من الهيستوري دايما اللي هم الايدنتيكال توينز او المونوزايجوتيك بيبقى ليهم بلاسنتا واحده وليهم امنيوتيك ساك واحده، هم الاثنين موجودين في امنيوتيك ساك واحده، لكن هنا بيبقوا لا اتنين امنيوتيك ساك. طب انا المعلومه دي مش عندي او هم جايين لي ادلت خلاص او مش متاكد منها، قال لك بنعمل حاجه ثانيه، حاجه كانوا يعملوا سكين جرافت، ياخدوا من الدونر فيهم جزء من السكين ويعملوا له ترانسبلانتيشن في الريسيبيانت، لو حصل ريجكشن يبقى ده نقول عليه يبقى حصل ريجكشن يبقى ده فراترنال توين، او لو ما حصلش ريجكشن يبقى ده ايدنتيكال توين. هتفرق انه ده مش هيحتاج امينو سبريشن، ده هيحتاج امينو سبريشن. لكن طبعا دلوقتي ريسنت طبعا بيبتدوا يستعملوا بقى ايه بدل ما يعملوا سكين جرافت، وبقوا يعملوا جينيتك تيستينج طبعا، وكمان يعملوا اكستنسيف بلاد جروبنج بقيه الجروب الثانيه غير الاي بي او، نقدر نحدد اذا كان ده ايدنتيكال او فراترنال توينز، لان الفراترنال توينز ده هيتعامل بالظبط زي الاخوات العاديين اللي هم مش توينز ومتفقين في تو هابلوتايبس، دول هيحتاجوا برضو امينو سبريشن. ليه؟ عشان بقيه الايه الماينور هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. بكده يبقى احنا خلصنا محاضره النهارده، والمحاضره الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الكروس ماتشنج. وثانكس فور واتشنج.